هذه كلان مهمة كورسان يعني بايرك وكورسان كثيرة هو كوراسنا كورسنا يعني بايرسي ثفت وسرقة سيلرز بحارة بحارة من كلمة مثل ابن بطوطة رح لا ابن بطوطة هو رحالة موضوع هذا التقديم هو السؤال الشعبي أي أحسن الكورسان أو النينجا أم النينجا واحد فقط النينجا هو الحشاش الياباني حشاش يعني أساسن نعم هذا سؤال شعب جدا على الإنترنت وهدفي أن أعلم لماذا هذا سؤال جدل شديد قبل أن نناقش عن من الأحسن هو من الضروري أن نعرف قليلا من حيث تاريخ الاثنين تاريخ الكورسنا موجودة كانت موجودة الكورسنا منذ بداية التجارة البحرية كل إنهاء العالم ولكن للسهولة سنركز على الكراسنة من القرن السابع عشر والثامن عشر اسم هذا الزمن زمن الكراسنة الذهبي The Golden Age of Piracy وهو زمن الكراسنة الأشهر ومنه ولدت الصفة العامة للكراسنة عندنا مثلا كابتن هوك وكابتن جاك سبيرو اشتغلوا هؤلاء الكراسنة في المحيطين الأطلسي والهندي وبحر الكاريبي اشتغالا رئيسيا تتكون عصر الكورسنا الذهبي من أجزاء من ثلاثة أجزاء الأجزاء الأول بدأ العصر الذهبي عندما بحارة الإنجليزيون وفرنسيون أخذوا يهاجمون السفن هو plural of boat سفينة oh I didn't write it سفينة يعني boat وجمع هو السفن so البحارة الإنجليزيون وفرنسيون أخذوا يهاجمون السفن سفن التجارة الإسبانية ولكن من الشيك أن يكون هؤلاء الكراسنة اشتغلوا بإذن الحكومة الإنجليزية بسبب حرب بين بريطانيا وإسبانيا الجزء الثاني يسمى The Pirate Round وهذا طريقة تستخدم بالكراسنة في السفر من أفريقيا من أفريقيا إلى المحيط الهندي
وإلى أمريكا وهذا the pirate round. So هو حكام الكاريبي بدأ تقتلون قراصنة كثيرين ولذلك سافروا قراصنة إلى محيط الهندي حيث هم انتهزوا الفرصة للسرقة من السفن التجرية. بدأ الجزء الثالث بعد حرب الملكة آن وفيه يوجد القراصنة الأشهر مثل بلاك بيرد وكاليكو جاك والمرأتين اسمهما آن باني وماري ريد. يعتبر موت القراصنة ويليام فلاي نهاية العصر الذهبي وهو قصة ممتعة. قصة ويليام فلاي ممتعة جدا قبل مات ال روب لا يفعل ما فعل ولذلك هو tied ال روب قبل put it on himself. Okay, so el corsan تاريخ النينجا. النينجا كان وما زال غامضا. النينجا معروف أقل من القرصان. كلام كثير يقال عن النينجا ولكن في الحقيقة لا أحد يعرف ما صحيح. أخذ يظهر النينجا في القرن السادس عشر. حكام اليابان اشتروا لخدمات واسط نطاق من النينجا منها رؤية العدو هذا تجسس وقتله يعني تخريب assassination و جانب الثالث من الوظيف هو الاغتيال وهو يعني sabotage. العكس تخريب والاغتيال يعني sabotage والاغتيال يعني assassination. نعم و قبيلتان أصبحتا مشهورتين اسمهما قبيلة كوغا وقبيلة إيغا. هاتان القبيلتان درستا النينجا من ميلادهم وحين تمت دراسة النينجا كان هو مهاجم بشكل مميت. ليس معروف السبب الخروج النينجا من الحرب الياباني في القرن السابع عشر ولكن النينجا ليس موجود اليوم. So ولكن الآن من اللازم أن نجيب السؤال من أحسن؟ سنقارن الاثنين في جانبين من الامتياز ومن الأقوى. So من الامتياز؟ يقترح بعض الناس أن حياة النينجا الأحسن هو يفعل في الليلة ويذهب بسرعة وبدون صوت. في الحكاية كان من الممكن للنينجا أن
يمشي فوق الماء و يلبس ملابس سوداء فقط. ودرس النينجا لسنوات كثيرة. كان النينجا أذكياء جدا لدرجة أن عامة الناس آمنوا أن النينجا ساحر. ولكن حياة النينجا هي كان حياة الوحدة والصعوبة من الناحية الأخرى. حياة القرصان هي الجودة. عنده القرصان كل شيء يريده. يعيش حياة فاجرة في سفينته. له أصدقاء كثيرون، وليسوا الأصدقاء كثيرا فقط، ولكنهم أصدقاء حقيقيا وعظيما أيضا. في المجتمع القرصنة فيعتبر كل إنسان مقبول، يعني acceptable. على اختلاف لون الوش. إذا كان مخاطب، كانوا من القراصنة السوداء والهنود ونساء أيضا. وبالإضافة إلى الصداقات الجيدة، عنده القرصان الفلوس كثيرة من المهاجم على السفن الأخرى. ولا قرصان من غير الشعر في الوجه. يقال لي مرة إن النساء يحبن الشعر الوش. القرصان كثير من النساء حببنا القرصان. نعم صحيح. القرصان عنده البصرة للسفر، ولكن شيء سيء هو كل الأمراض التي أثرت القراصنة، مثلا المرض سكيرفي الذي مصدره الأكل بدون البرتقال. بحثنا جانبين من السؤال. من امتياز الوقت. هذا من الأقوى. لابد أن نناقش السؤال من الأقوى. يقتنع بعض الناس بأن القرصان هو الأقوى لأسباب كثيرة. عنده القرصان أحسن الإسلحة، مثلاً البندقية، هذا يعني gun، والمدفع، هذا يعني the cannon، والنينجا ليس عنده هذه. ولكن بالإضافة إلى السيف، ولكن مشكلة كبيرة هي الحمى. عند القرصان ميل كبير
إلى الشرق. موقف أخيرا كثير من القرصان اضطروا أن يستسلموا لأنهم شربوا أكثر من اللازم و and they were نام القرصان لأن الشرب. ولكن موقف أخير أن الخمر سمح للقرصان بأن يشل الألم الإلم الماذا؟ هو يجهل العلم اوكي. النينجا لا يشرب، وفي الحقيقة جسمه سليم جدا، من الضروري ان يبكي الجسم في الدرجة العالية لأنها للانتهاء الأحداث النينجا دراسة النينجا كانت صعبة جدا، ولكن لتلك كان من الممكن للنينجا أن يصبح وموهبة أن يمشي من خير حمص قليل واحد. مثلا هل تعرف أن نينجا هناك؟ هو يظهر صدق. إجابة إلى سؤال هو قراره، من أحسن، النينجا أو القرصان؟ ما رأيكم؟ شكرا. اليوم هو يختلف جدا من القرصان من الزمن الذهبي. أي سؤال؟ كيف الأشخاص الذين يهتمون بهذا الموضوع؟ يهتمون صح، ولكن كيف؟ ما معنى كيف الأشخاص؟ وصف. مرة أخرى لا أفهم. من الممكن أن تصف الأشخاص الذين يهتمون بهذا الموضوع؟ هل هم الإنترنت هو
نعم. وكثير من الناس على الإنترنت عندهم وقت وقت كثير. شكرا.